أهلا وسهلا فيروز خانم. أهلا فيكي. كنا عم نستناكي، ما شاء الله حلوة مثل كل مرة. أنا حابة اسمع هالشي لما بطلع من هون. طبعا ما رح تكوني غير مبسوطة. مرحبا. أهلا. تفضلي. أروى خانم هون كمان، خليني سلم عليها. مرحبا. كيف صحتك؟ الحمد لله، ما شفنا بعضنا من وقت المشكلة اللي عملها حلمي بيك بحفلة تحسين أوزدير. تنذكر ما تنعاد؟ بترجاكي، مو حابة أتذكر هالموضوع بي. وأنا كمان، بس مع الأسف هالشي مو بإيدنا. أنا زعلت عليكم لأنكم تركتوا الحفلة وطلعتوا، ما خلاكم تنبسطوا فيها. مزبوط، ما بتتصوري قديش كنت متضايقة. حلمي كتير وتر لي أعصابي. يمكن بيسان قالت لك شو السبب؟ لا، قال بغار علي من تحسين وعم يحكي شروي غروي. شو بدك فيه؟ انا وتحسين سكرنا على هالموضوع، ما عم نحكي فيه بنوب. مو حابين نحكي عن واحد مجنون وقليل الادب مشان ما نضايق حالنا. صحي المسا بدي اشوفه لتحسين، بوصل له سلامك. ايه سلمي لي عليه. اروى خانم تفضلي مشان نغسلك شعرك. شوفك بعدين. خدي راحتك. رح ننظف لك البشرة بالأول. طيب، كيف بتحبي تساوي شعرك؟ حابة أعمل شي موديل شبابي. معناها ما في داعي نساوي شي. حاجتك. امشي قدامي. سمر خانم، بيسان خانم اجت وقعدة تحت. شايفة ما إنا نصيب نكمل حديثنا. هي بغرفة فيروز خانم. ليش ما طلعت لفوق؟ قال بدها تحكي معك شوي وتروح. يمكن حابة تحكي معك على انفراد، أنا فوق. أهلا وسهلا. أهلين فيكي. ليش ما طلعتي لفوق؟ ما فيني أتأخر، بدي روح على الدكتور. تشربي شي؟ لا، اتصلني هاد، قال عدنان بيك وصلوا خبر عن اللي عم بيحكي حلمي. ليش الأستاذ حلمي راح الشركة؟ والله اتصل فيه. تحسين بيك اللي راح وهو حكاله. تحسين أوزدير؟ طالما حكي له إله معناها بيكون حاكي لكل الناس. انتي مهند رح تكونوا حديث الناس بهالفترة. كمان انتي بلشتي تحكي مثل هالغبي. اسمعيني. حتى لو كنت متزوجة ابن حلمي أونال سمر، بس أنا أختك، ما بدي اياكي توقعي بموقف صعب. ما حدا رح يصدق هالحكي. انا حبيت نبهك، اكيد هلا بيكون عدنان بيك كتير متضايق ومعصب منشان هيك حكى معي نهاد. انتو عم تدوروا على هيك شغله منشان تبينوا انكم كتير منح معي. انتي اكيد جنيتي. اليوم حكيت كتير مع عدنان وما قال لي هيك شي بنوب. شو مفكره بيصدق هيك شغله من واحد مجنون كمان؟ انا عملت اللي علي. ما شربت شي بيسان خانو. بخاطرك. مع السلامة يا خانو. إذا بدك شي يا خانو أنا بالمطبخ.
أكيد اشتقتيلي. يلا نازل. عدنان صار بيعرف بقصة علاقتنا. إن شاء الله ما بتحتاج إلها، بس بدك تستعملها إذا ما قدرت تتنفس منيح. شكراً كتير إلكن، ما في داعي تعملوا كل هالشي، عم تخجلوني. كلامك مزبوط، ما لازم تطلع بوش حدا. بصير هيك شي. عفواً، تليفونك رن يا حانو. يسلموا حبيبتي. يلا عن إذنكن هلأ. صار وشك أصفر، لازم ترتاح. يلا نام، بس تفيق ناديلي بيجي فورا. شكرا لك. ما سمعت الرنة، كنت عند بشير. انت حكيتي مع جمعية رجال الأعمال مشان حلمي أونال؟ لا، لسه ما حكيت مع حدا. وما حكيتي مع الرئيس كمان؟ لا، بس هلأ رح أكتب له رسالة. طيب حلمي من وين عرف الكلام اللي حكيناه مع بعض؟ شلون يعني؟ هلأ حكى معي، تخانقنا، قام غلط وقال لي بعرف إنه رح تشتكي علي لجمعية رجال الأعمال. هلأ هو مو غبي لدرجة ما في يتوقع شو بدنا نعمل، بيكون متوقع. مو بعرف، ما بعرف. مين كان جنبك لما حكيتي معي؟ بيكون بشير مكيف هلأ، قاعد عند انعام خانم والكل عم يهتموا فيه، وجميلة رح تضل عنده كم يوم. والله؟ قال مشان تساعد انعام خانم، بس ما في داعي بنوم، أنا شايفه كتير منيح. بس الدكاترة عم بيقولوا إنه بشير ما رح يطيب بسهولة، قال كتير تعبان. مو صحيح رح يطيب بسرعة، بشير كتير قوي، بس يطيب رح يرجع على شغله. يعني ما أنا كم صدق إمتى روح؟ أنا قلت إنه رح يرجع، ما بعرف شو رح يكون وضعك. ما بعرف ليش ما حبيتني يا مراد بيك. ما تعودت عليك. لأني إجيت محل بشير، الحق معك، بس مو أنا سبب تركه للشغل، أنا اشتغلت بعد ما راح. بعرف هالشغل كتير مهم بالنسبة لألي، وماني حابب أخسره، لازم أشتغل يا مراد بيك مشان أمن حالي. أنا المسؤول عن عيلتي، طبعاً بتمنى أنه بشير يرجع لشغله، بس بصراحة أنا خايف كتير أنه أخسر شغلي. أنت ما رح تضل بدون شغل، حتى لو رجع بشير أكيد رح يدبروا لك شغل بالشركة. لأنه بابا ما بيحب يظلم حدا. معك حق، شكرا كثير لك. اهلا وسهلا بالبيك الصغير. كيف صحتك عمو سليمان؟ الحمد لله بخير. هات لشوف اللي شو تعلمت بالمعهد. رح تهرب اذا بقول لك شو تعلمت. لا دخيلك، لا تحكي لي. على مهلك. هالولد ذكي كتير. مزبوط. انت روح ارتاح شوي بعد ما تصف السيارة، لأنه المساء رح يطلعوا يسهروا برا. مو مشكلة، بستنى بالمطبخ. لا يا سعيد، انت مبارح تأخرت بالشغل وجيت الصبح بكير. روح ارتاح، لا سمح الله بلكي نمت وانت عم تسوق السيارة. ماشي ماشي، تكرم. يلا لشوف. شو هالتصرفات اللي عم تتصرفها؟
يعني لأنك مو قدران تنافسه بالشغل صرت بدك تحكي عليه شروي غروي؟ قلت لك أنت ما تتدخل. لآخر مرة عم أقول لك لا تحكي عن الناس كلام طالع نازل، لأنه ما حدا رح يصدقك، كل العالم صارت بتعرفك. وإذا طلع عكس هالحكي فكرت بهالشي كمان؟ بركي الكلام اللي عم قوله أنا لحضرتك طلع مظبوط. بجوز هدول الناس ما يطلعوا أبرياء مثل ما عم تفكر، بجوز كون عم أقدم مساعدة كبيرة لعدنان بيك. وليش واثق كتير؟ أنت شفتهم بعيونك شي؟ ما شفتهم بعيوني بس بعرف. خلي عدنان بيك يتأكد من الكلام اللي قلت له إياه وخليه يفتح عيونه، أكيد رح يشوف منيح. بابا، هذا الرجال اللي اجى بدل بشير سعيد رح يضل معنا عطول؟ مثل ما قال سليمان افندي يبدو انه هيك. ليش سألت؟ ما ارتحت له كثير لهالرجال. ليش؟ ما انه مثل بشير وكثير بسأل اسئله. اسئله مثل شو؟ عن المدرسه وعن البيت، يعني ما له زوم. بجوز حابب يحكي معك حتى يتقرب منك، بس أنا ما بدي. لا تكون محابه لأنه إجا بدال بشير مشان هيك مو مرتاح له. الزلمة عم يعمل اللي عليه، سليمان أفندي مدح فيه كتير. أنا ما حبيته، ما بعرف، بشير كان غير، وهذا الرجال دمه تقيل. دورنا بكل الغرف سانتي سانتي يا بيك. طيب شكراً لكم. بخليهم يفحصوا التليفونات التانية؟ طالما بلشتوا فحصوا كل شيء وخلونا نرتاح. تفضلوا نطلع. سامي استنى. تفضل يا بيك. عملوا دراسة عن هالولد. عملنا دراسة عنه قبل ما يبلش شغل وبعدين شغلنا. أنا ما بدي وثيقة لحكم عليه من النيابة العامة. عملوا دراسة معمقة عنه. بدي تأكدوا لي إذا له أي علاقة مع حلمي أونال أو ما شابه. عراسي يا بيك. إذا في أي مشكلة معه منطرده من الشغل. لا لا، هلأ خليه قاعد قدام عيوننا، ما فيني اتهم حدا بدون ما اكون متاكد. رح شوف. امرك يا بيك. شكرا لكم. والله اذا بتحبوا اجي على الحفله هيك ما عندي مشكله. بس انت طولت بسرعه يا روحي. ابن زياكيل طويل. يا مهرج تعال هون. يلا مراد اشلحها بسرعة، والله توترت أعصابي منا. يلا اشلحها. بتصل لك بالمحل اللي جبتها منه، بيبعتوا لنا واحدة تانية فورا. أنا رح أتصل. يلا روح اشلحها. خلي الباب مفتوح شوي. ليش عمي ما قال لك شيء؟ لأنه مهتم بالموضوع. هيك لكان؟ لا، أنا كتير خايف من سكوته. أهلا وسهلا. أهلا فيكي. أهلا وسهلا يا خانم. أهلا فيكي. كتير طلعين حلوين شعراتك. مثل العادة كاتيا، ما عملت شي جديد. مين في بالبيت؟ الكل هون بالطابق الفوقاني. بيسان خانم مرقت لهون كمان. هيك لكان. بس الخانم ما حبت تطلع لفوق، ظن ما كانت حابة تشوف حدا منهم. ليش؟ ما بعرف، طلبت سمر خانم لتحت. أنا سكرت الباب وطلعت بس سمعت صواتهم، كانوا عم يتناقروا.
ما سمعت شو حكوا، بس واضح انهم كانوا عم يتخانقوا. اساسا بسان خانو ما ضلت كتير، طلعت وراحت، حتى سمر خانو ما طلعت وراها. استغفر الله. سمر خانو اكيد رح تحكي لك، بس قلت بخبرك منشان يصير عندك علم. تمام، عملتي منيح. مو معقول يصدق كلام هداك التافه. طالما الكلام وصل لتحسين فمعناته ما ضل حدا اللي عرف. يا ريت لو قتلته من وقتها. شو بدك تقول؟ هاها، وينكن انتو؟ نحن هون. تعالي، كنا عم نتفرج على عرض الازياء لمراد، كل شيء زغران عليه. لسان مرقت اليوم؟ مرقت. أنا نازلة تحت يا أولاد، رح ارتاح للمساء. ماشي. وأنا رح أنطر بدلتي. رح عليك العرض يا فيروز خانو. هيك قالوا لي. مشاعراتك كثير حلوين. المساء أول واحد رح أرقص معك. مع الأسف أنا اليوم ما رح أقدر أجي معكم. هالليلة في عندها موعد خاص. يلا تعال جرب صباطك كمان. ليش إجت بيسان؟ ولا شي، زيارة. يعني ما في شيء لازم أعرفه؟ خططت أنا وعدنان مشان نعملنا كم سفرة حتى يرتاح من الشغل، بس الخطط تغيرت بعد المفاجأة اللي عملوها نهال ومهند. هلأ مدوشين وعم نجهز العرس. ما في أحلى من عشقة العرس. وأنت كمان بتحب الأعراس، وخاصة أعراسك. في ناس عم تحرجني. لا تفهمني غلط، عم توصلنا أخبارك دائما. إيه دائما، عم بعمل استراحات صغيرة. لا تضغطوا على تحسين بيك. كتير عجبتني تشكيلة سياراتك. شكرا كتير إلك. في عندي هيك مرأة من وقت ما كنت شاب. عجبتني سيارة فورد الموديل 69. ايه، وخاصة لون البيج. انا انزهلت وقت اللي شفته. ايه، لكن بعرسكن رح تتخصص هديك السيارة، لكم هدية مني. عن جد عم تحكي؟ طبعا، بس اذا بدكن تعملوا العرس برات اسطنبول بتخبروني وببعتلكن السيارة لهونيك. شكرا كتير، فكرة كتير حلوة، ما هيك؟ رائع، بشكرك على ذوقك. هون رح تعملوا العرس ما هيك؟ طبعا اكيد هيك عم نفكر. بيحكوا بس ما بتعرفي شو بيعملوا. ما بتشوفي الا مهند خطفها لنهال عباريس وبيتصل بقول نحن تجوزنا. هذا مهند. لا، عدنان بيك ما رح يسمح بهالشي ابدا. عندي اعتراض، لازم كلنا نروح على العرس. انا وبابا بدنا نعطي نهال لمهند. يا روحي. تعالي يا زهر. الله خليك، لا تعمل هيك. انا اسف. ايه فيروز خانوم، شو رأيك نستأذن من الشباب؟ ايه يلا انا جاهزة. عدنان اتأخر وما شافك. اليوم رح تشفته بالشركة، بس سبب وجودي هلأ هون هو فيروز خانوم. اهلا وسهلا، بس ما رح نعتبر هي زيارة، شي يوم لازم تتفضل لعنا على العشاء. كونوا واثقين، من اليوم ورايح رح نلتقي كتير. ايه بخاطركن يا شباب، سهرة سعيدة. مع السلامة. مع السلامة. لا تزعجوا حالكن. شو هالحكي، تفضل اذا ليلة سعيدة مراد. مع السلامة. ليش بابا ما اجى؟ تأخر كتير. بتصل فيه؟ أنا رح أتصل. نعم يا روحي. حبيبي وينك لهلا؟ تأخرت وقلقنا عليك. أنا آسف، لسه ما طلعت من الشركة. عدنان لا تنزعلنا السهرة. ما عاد في تانجو. يلا تعال إذا بتريد. عفوني هالليلة، أنتوا روحوا إذا بدكم.
بس يا حياتي كلنا جهزنا حالنا وعم نستناك، ومراد جاب طقم جديد كمان. إذا ما بده لا تصري عليه، بعدين منروح. حكيت معك الصبح قلت لي رح تروح. سمر لا تصري عليه. وأنا رح أجي معكم لوين ما بتروحوا، منروح منرقص. بس أنا مصرة. طيب حبيبي أنتوا روحوا وأنا بلحقكم. بس أكيد رح تجي. أكيد بعد شوي أنا رح أطلع. أنا بحبك. وأنا كمان. جاي. يا ريت لو ما قصرتي، بجوز يكون تعبان. بيرتاح بس يرقص. أنا رايحة أجهز حالي. بما إنه عدنان بده يجي مع شوفيره، خلينا نروح بسيارة واحدة. بالرجعة بتجوا مع سعيد وأنا مع عدنان. ماشي. مراد ممكن تجيب لي شنطتي من فوق؟ تكرم عيونك. أنت كتير أنيق. كونوا واثقين رح نشوف بعضنا كتير من اليوم ورايح. ما لعنك. لازم تعرف هدول واطين واطين خونة. عدنان بيك ليش ما عم بقدر قاومك؟ ليش ما فيني اكرهك؟ ليش على طول بضل عم فكر فيك؟ ما بعرف كيف طوعتك واجيت لهون. هالشي اسمه العشق. بحبك كتير وأنا بحبك. حاولت كتير خبرك من قبل ما قدرت. بشير عدنان بيك. بشير لا تخاف لا تخاف، كنت عم تحلم. خد اشرب مي بعدين بتشرب دواك. بشير كتير عرقان، رح اغير لك ثيابك فورا. خليني بالاول حط لك هالبشكير مشان ينشف عرقك. شفتوا لعدنان بيك بنامك؟ ما بعرف. بظن كنت عم تتخانق معه. شو قلت؟ قلت لا يا عدنان بيك، هدول واطين وخونة. كان كابوس. مو مشكلة، بيتحقق عكس الحلم. معناتها رح تكون علاقتك منيحة مع عدنان بيك. يعني أكيد رح يرضى عليك وينبسط منك. يلا اشلح وخليني اغسل لك ثيابك ونشفهم. We'll be right back.
أهلا وسهلا. أهلين أهلين. أهلين حبيبي. شو عم يصير؟ ما في شي حبيبي، البيبي رح يجي. شو عم تقولي؟ اليوم رحت فحصت، الدكتور قالي الولادة قربت، البيبي ما رح يستنى 18 شهر. ليش لهلأ ما قلتيلي يا بيسان؟ ما حبيت تقلق علي حبيبي، أصلاً أنا كتير مشتاقة. في وجع شي؟ في وجع بس ماني متضايقة منه. طيب ارتاحي، أنا بشتغل عنك. كل شي جاهز، بس عم نشوف إذا في شي ناقص. إذا بدك جهز شنطة لإلك أنت؟ ماشي. هاد ما عذبني مثل أخوها؟ رح يجي أبكر بأسبوع. فريدو وينه؟ نايم. خبرتي أهلك شي؟ لا، ما بدي خبر حدا منه. بيصير هيك شي طيب؟ الله يخليك نهاد، خليني هالمرة روح ولد بدون دوشة. على القليلة خبريها لسمر. هي بالذات ما بدي خبرها. الواحد إذا كان وحداني رح ينقصه شغلات كتير بالحياة. الإنسان دايماً بيروح بيمشي ورا وحدة ما بيحبها، وحتى لو كان بيعرف هالشي واثق منه. زنا ما تحكي عن زواجك الأخير، سمعت إنه البنت كتير صبية. مظبوط. النساء هن اللي كانوا عم يختاروني بحياتي، طبعاً باستثناء المرحومة زوجتي الأولانية. كتير تعبت معها حتى وافقت. بعرف إنه كانت هي ومنير زملاء بالثانوية. إيه مظبوط. كان صرنا متزوجين كذا سنة وقت اللي تزوجتي من مالك بيك. أول مرة شفتك فيها كانت بحفلة دعوني عليها بيت البيرقدار، وقت اللي دخلتي أنت ومالك على الصالة، حتى الفرقة الموسيقية كان بدها توقف عزف. كنت صغيرة. مالك بيك كان عم يفتخر بالبنت الجميلة اللي كانت معه، لدرجة النسوان يلي بالصالة صاروا يغاروا من تطليعاته عليكي. طلع عم يتسجل تاريخ سري علي وأنا مالي خبر. كان في كتير شباب معجبين فيكي. وطبعاً أنا كنت واحد منهم. ما حسيت بهالشي أبداً. بعرف هالشي. ما كنا عم نحكي عنك؟ إمتى بلشنا نحكي عني؟ أنا هالليلة بس حابب أسمع صوتك، حابب أعرفها لفيروز يور أغلو اللي ما بعرفها لحد اليوم. ليش هالشي رح يصير بليلة؟ أنا عندي وقت كتير. أنا مرة محظوظة لدرجة حققت كل شي بدي إياه، ماني تابعة لحدا، عايشة ببيت زياكيل لأنه سمر بدها هالشي. اليوم أنا قاعدة معك وعم أحكي، بس بكرة ما بتعرف شو بيصير، بجوز اختفي فجأة. في سر بعيونك غريب ومحيرني. عم ينادوا ويمتنعوا ويهددوا وبنفس الوقت كمان. واضح انه لسانك اقوى سلاح عندك. الجمال اللي قدام عيوني عم يخليني احكي. أنا واثقة إنه كل الناس يلي هون تدربوا على الرقص. نحن تعلمنا وقت اللي كنا بعطلة، شو فيها؟ يلا فرجونا مهارتكم. رح يسحبونا عن صيب بهالأرقام؟ رح يعملوا سحب مشان أول ثنائي بده يرقص، اللي بتطلع نمرته بده يختار شريكه ويفتتح الرقص. بعدين في مسابقة. خبرتي بالرقص ما بتسمح لي أدخل المسابقة. أنت مع مين بدك ترقص؟ شوف لك شي بنت بالأول. بلشوا. سيداتي سادتي، أدعو ثنائي اللي بده يفتتح رقص التانجو على المسرح، انتبهوا لو سمحتوا. الرقم 21.
أنا ليكا معي. هلا أنا بدي أفتتح الرقص. إيه يلا اخترك شي بنت. يلا مراد. أنا ما فيني أرقص مع وحدة غريبة. يلا نهال. شوف أوعك تقومني. الله يخليك. يلا قومي. وهلا خلونا نسفق لمراد زياكيل ونهال زياكيل. تفضلوا على المسرح. رقص مثل العالم والخلق. لا تعتلي همي. انت دبرت هالشي ما هيك؟ ايه. هالليلة انت كتير حلوة. بس هالليلة؟ عدنان بيك رح يجي بعدين. هلا أربعتهم جوا. الخطوات اللي بدهم يمشوها من هلا ورايح كتير مهمة. فتح عيونك منيح. من عيوني يا بيك. في حفلة كتير حلوة بنهاية الأسبوع بفينيسيا. إذا بترافقيني رح أكون كتير ممنون. رح أكون بميلانو بنهاية الأسبوع. والله؟ بس إذا بتسمحي لي حابب أخذك يوم السبت المساء. رح يكون في حفلة كتير خاصة. الفرقة السيمفونية رح ترافق مطرب كتير خاص ورائع بهي الليلة. كتير شوقتني على هالروحة. بركي بتأجلي زيارتك لميلانو أسبوع تاني كمان. بجوز أنا رافقك لهونيك بالأسبوع الجاي. انت عم تخطط بشكل جدي وبدك ياني وافق. اذا بتعطيني فرصه حابب اعمل خطط طويله الامد مشانك. فكرت اني سكرته. انا اسفه. ولا يهمك. رجاء ردي. الو فيروز خانم. مرحبا. شو صاير لك؟ ليش عم تقلق؟ اجيت اخذ شغلي من السياره وركضت. لا تقلقي، بس بيسان عم تولد. لا بعد شوي رح ندخلها على غرفة الولادة. هي قالت لي لا تخبر حدا، بس قلت لحالي لازم خبرك. ايه منيح خبرتني. انتو وينكن؟ ماشي. بوسة لبيسان عني. رح امر. بتخبريها انتي لسمر؟ طبعا رح خبرها. شوفك. في شي مهم؟ بنتي عم تولد. معناتها رح تصيري ست. شي حلو. لا تسأل، هذا الولد الثاني. عال إذا بدك منقوم. لا لسه ما إجا الولد، بعد شوي. معناتها كاس الولد الجديد وأجمل ست بالدنيا. على قد ما طلعت هالكلمة من تمك حلوة، بس ما فيني حبها بنوب.
شكرا. العفو يا بيك. مساء الخير يا بيك. Mm-hmm.